قدمت لغد. حاسب نفسك يا أخي. بعض الناس ينظر إلى عيوب الناس ولا ينظر إلى عيبه، فيتحدث عن الناس وفلان مقصر وفلان غافل وفلان كذا وفلان كذا، ولا ينظر إلى نفسه ويحاسب نفسه. نعم، إذا رأيت على أخيك خطأ أو غفلة ذكره، ولكن ابدأ بنفسك، ذكر نفسك أولا، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولا تنظر إلى ما قدمه الناس لآخرتهم فقط. ابدأ بنفسك ثم انصح لغيرك حتى يقبل منك ما تقول، وحتى ينفع الله بك. أما الذي ينظر إلى عيوب الناس وينظر وينسى عيب نفسه، فهذا مثل الشمعة تحترق وتضيء لغيرها. السراج يضيء لغيره وهو يحرق نفسه. فالذي ينظر إلى عيوب الناس ويحصيها عليهم وينسى عيوب نفسه، هذا مثل السراج الذي يضيء للناس ويحرق نفسه. فعليك يا أخي أن تتقي الله في نفسك أولا، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ثم قال جل وعلا في ختام الآية: واتقوا الله، أعاد الأمر بالتقوى لأهميتها، إن الله خبير بما تعملون. راقب الله سبحانه وتعالى فيما تعمل، ولا تزكي نفسك، ولا تزكوا أنفسكم، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. فاتق الله واعلم أنه مطلع عليك. راقب الله سبحانه وتعالى، إن الله خبير بما تعملون من خير أو شر، وسيحاسبكم عليه وسيجازيكم عليه يوم القيامة. فأنتم ما دمتم في زمن الإمكان، في زمن الدنيا والحياة التي منحكم الله إياها وأمهلكم فيها، بادروا بالمحاسبة. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أيها الناس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون على ربكم، يومئذ تعرضون على الله، لا تخفى منكم خافية. فاتق الله واعلم أنه مطلع عليك، سواء عملت خيرا أو عملت شرا، ويحصي ذلك عليك. واعلم أنه يعلم نيتك وقصدك، فليس العبرة بالظاهر، إنما العبرة بالنيات والسرائر. فأخلص نيتك لله، أما العمل الذي ليس لله فالله لا يقبله سبحانه وتعالى، ويكون وبالا عليك، وإن ظننت أنه عمل صالح، لأنه لم يؤسس على نية خالصة لله عز وجل. فأنت اعمل وأخلص النية، لا تعمل فقط، أخلص النية لله. فالعمل الذي لله وإن كان قليلا ينفع الله به، وقد يدخلك الله به الجنة حتى بشق التمرة، تقول النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فالعمل الصالح الذي أخلص نيته فيه لله هو الذي يقبله الله وإن كان قليلا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما.